مشاهدينا ومستمعينا في موضوع آخر، من الذي ينقذ منار؟ سؤال ما زال يبحث عن جواب وعن مجيب، والوقت يجري دون رد. وهنا بدأ العد التنازلي لآخر ما تبقى من قدرة لقلب منار على استكمال الحياة التي يعيشها اليوم عاجزا بقلب لا يعمل بأكثر من 15%. هم وزوجته وابنه الصغير ينتظرون يوم الجواب، يوم ينتهي فيه العذاب. فشهر واحد ويمسي السؤال من ينقذ منار في طي الذكريات. فمنار يعيش باقي ما تبقى له من أيام إن لم تتم له عملية زراعة القلب الصناعي الذي لا حياة من دونه. الزميل عماد العضالي والتفاصيل. ياخذوا قلبي هو يعيش والله. طب ما هو طلع من القلب، هو من القلب طلع. خلص الله كبير. أكيد يا بابا أكيد. وهذا هو قلب الأم، يبقى حنونا رؤوفا كهذا القلب. إلا أنه ورغم حنان الدنيا الذي جرى كالدماء فيه، لم يستطع تغيير القدر، وما وراءه من اقتراب لموج الموت استتر. ويا ليته كما تقول دموع هذه الأم أن يخرج منها ليسكن صدر ابنها الذي قارب قلبه على نهاية دقاته وشارف على آخر أنفاسه لباقي ما تبقى من نبضاته. قصة أبطالها القلوب والوقت، وضيق الحال وقلة المال، وموت قريب إن أخذ الوقت دور البطولة منهيا على هذا القلب. وتلك باقي التفاصيل تغمرها الدموع. هاي وضعه، يعني يا زراعة قلب يا ما فيش إشي، خلص فيش حل تاني. إذا ما لحقت الوقت مهم عنا، الوقت مهم. عم تتدهور حالته، يعني بعد شهر مش رح يكون زي هلأ. إذا ما لحقته ما بزبط، ما بزبط. بس هيك أنا واقفة عازلة، مش قادرة أعمل إشي، مش قادرة أعمل إشي، مش قادرة أعمل إشي. وكأنه وابل من الجلطات أعلنت حربها على قلب تاركة إياه ضعيفا يتأرجح على أنصاف الحياة. وإن كانت الأرقام تصف واقعه أكثر، فما بال قلب لم يتبقى له أكثر من 15% من قدرته على الحرب مع الحياة. أما القدر فبلا كلل أو ملل زاد منار يأسا تعرى من الأمل. فعملية زراعة القلب الاصطناعي التي لا بد منها لمنار تكلف مبلغا لا تقدر عليه الجيوب، ولا كل من أحبه من قلوب. يعني صفت حياته متعلقة بالفلوس، حياة ابني الفلوس. هلا في فلوس عملت العلامة لي، ما في فلوس بروح ابني. أنا بنازل الملك وأنا بنازله ما يخليه إنه يوقف معي ينقذ ابني من الموت، يوقف معي. الدكاترة بيقولوا لي ما لكش حل إلا زراعة قلب اصطناعي أو زراعة قلب طبيعي، بس قلب طبيعي مش ملايين. الألم اللي أجته أول شيء المي، ضل جسمي يتلفخ للرئتين لأن العضلة ضعيفة، عند الكبد متضخم، يعني معدتي هيك من عضلة القلب، كل الوجع من عضلة القلب. ضعف في الحال وتقلب في الأحوال، وأوجاع في القلب ووداع في كل لحظة لدور الأب. هذا هو وضع منار، وهذا ما كان عليه قبل سنتين مع زوجة ما زالت تعيش على أنقاض الذكريات. أنا رافضة شغلة الموت، رافضتها تماما، يعني رافضة أني أفقده بأي طريقة كانت لجوزي. رافضة لأني مآمنة تماما أنه في ناس رح توقف معنا وربنا رح تكون معنا إن شاء الله. هل يغلق ملف منار والموت خاتمته؟ هل يلعب الوقت لعبته؟ وهل يكون للمال البعيد عن أيدي عائلته الكلمة الفصل؟ كلمة متعجرفة لم تخضع لحكم الإنسانية، أم للإنسانية رأي آخر؟ ها هو قلب والدة منار سيكمل نصف الجواب بسؤال يقول من سينهي هذا العذاب؟
بس تجديهم انه ساعدوني ساعدوني، بدي اي طريقه اللي انقذ فيها ابني، اي طريقه لاي شيء اوصل له، بس يعني ما لقيت حدا، ما لقيت حدا بصراحه، ما لقيت حدا. لبرنامج ام بي سي في اسبوع عماد العضايله عمان. مشاهدينا ومستمعينا، ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور وليد دعمس استشاري جراحة القلب من عمان. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا. إذا من ينقذ منار؟ إن شاء الله يا رب يعني أهل الخير يسمعوه. سؤالنا يعني إذا بتحب، إذا بتقدر تحطنا بس بالوضع أكثر، يعني صورة وضع منار الصحية وإجراء العملية، كل ما تأخرنا كما فهمنا من التقرير رح تكون تزداد الأمور صعوبة، ممكن نفقد منار لا سمح الله. حدثنا أكثر لو سمحت عن الوضع الصحي. هو وضع منار وضع صعب جدا، عنده ضعف شديد بعضلة القلب البطين الأيسر المهم في ضخ الدم للمريض، وهذا عنده قصور شديد فيه. القصور هذا كل العلاجات الطبية المتواجدة حاليا من أدوية حاولوها مع منار بس ما زبطت معها، وعنده كمان جهاز مساعد منظم لعضة القلب وكمان صار له زراعة له، وللأسف ما ساعده كثير، فوضعه صعب جدا. ضعف عضلة القلب 15% وأقل من هيك، وعم بكون سوائل، كل الأجهزة اللي بالإنسان عم تتأثر فيه لمنار، الكبد متضخم وعنده الإنزيمات طالعة، الكلى متأثرة، يعني كل الله يعينه إن شاء الله دكتور. وكل طيب شيء بالجسم دكتور متأثر. يعني نسبة النجاح في إجراء عملية قلب صناعي له ما هي؟ هي نسبة النجاح حوالي 90%. كم؟ في هلا بالعالم اجمع 90%. الحمد لله 90%. الحمد لله، يعني 90%. على هذا هي البشاره الوحيده في الموضوع. دكتور يعني قبل ما نسالك عن تكاليف هذه العمليه، سؤال اهم انه ان شاء الله انه نقدر نعملها بالاردن، يعني هي ممكن تنعمل بالاردن مش هيك؟ ممكن تنعمل بالاردن. تكاليفها عالميا لهلا صار 5 الجهاز بكلف، يعني هو بس الجهاز 100,000 يورو، 100,000 يورو هذا الجهاز، بعدين في مصاريف العملية والمستشفى والإقامة وكل الشغلات، يعني متحاول 120,000 125,000 يورو. أنا أشكر لك التواجد هذا يا دكتور. أنا أشكر لك هذا التواجد مع برنامجنا. يعني إذا كانت نسبة النجاح لإجراء عملية قلب صناعي مهما كلف الأمر، نسبة النجاح طبعا بإذن الله 90%، أنا أعتقد كل ما يعني يعقب هذا الموضوع هو أمر سهل. أنا أشكر لك تواجدك الدكتور وليد دعمس استشاري جراحة القلب، شكرا لك. بس على تعليقك علي، هو سهل اكيد، لكن اذا وجدوا اهل الخير ان شاء الله، اذا الله اراد، اذا الله اراد ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. احنا بنقول بس يا رب. فاصل فاصل اكيد.